اوكي السلام عليكم. الطالبة سألتني سؤال مهم، بتقول لي ليش محتاجين ستوبر لما نعمل سبيسر في التري؟ طب انا هاي التري، هاي تري ماتيريال، ونفترض انه هاي تيشيو. اوكي هاي تيشيو، هاي التيشيو بدها في عندها different compressibilities، وانتوا عارفين ان احنا بنحط سبيسر، بنحط فراغ في التري عساس انه انا بدي الامبريشن ماتيريال تكون هنا ثيك شوي. لما الامبريشن ماتيريال تكون ثيك معناته اتستاتيك، بينما اذا كانت ما في سبيسر والتري قريبه جدا من التشيو معناته الامبريشن ماتيريال اللي هي زنك اوكسيديشن راح تنحشر، وشو تعمل لي كومبريشن. فانا سؤال ليش حاطه ستوبر في مكان السبيسر؟ طب الواكس ما هي كافيه، لكن انتبهي انه الواكس انا في مرحله ما حشيل الواكس اللي هون صح؟ طيب فشو صارت التري فاضية؟ مفروض اني انا احط impression material واضغط والتري تفوت وتقرب من التشيو بالحفاظ على هذا السبيس. بس اذا ما عندي stopper اثناء الضغط ممكن اكون ضغطت التري زيادة، فالimpression material انحشرت بين التري وبين التشيو وصارت compressive. ليش؟ لانه السبيس اختفى صح؟ لانه انا بقدر اعمل overseating. شو عرفني انه انا عامل seating enough to keep the space ولا انا عامل زيادة نزلت تري زيادة؟ ما بعرف. بينما لما يكون عندي stopper انا عامل spacer الواكس عمليته، وفي عندي بين الاماكن بعض الاماكن في عندي stoppers فيها. هاي الستوبرز من ايش مصنوع؟ عامل الاكريل نفسه، نفس الاكريل هون. اوكي انا شلت الواكس اثناء الامبريشن، بدي اشيل الواكس خلص، هذا الواكس كله شلته، بدي احط impression material. فلما اجي بدي اضغط بالتري على اساس اني بدي اعمل سيتنج للتري، الستوبر بتمنعني اعمل اوفر سيتنج، وبالتالي السبيس اللي حفظته للامبريشن ماتيريال ضله موجود، ضلت الامبريشن ماتيريال ثيك. لما تكون ضايله ثيك معناته انا خليت التشيو هاي ستاتيك وليست كومبرسيف. طبعا هاي في الاماكن اللي فيها الريليف. اوكي وين اماكن فيها الريليف اذا وي وانت تو ريفايز ذم؟ في الابر بالمد رافي، مد بالاتاين رافي، كمان بالانسسيف بالله الروجي اريا. هلا هاي طب كويس، بما انك حكيت الروجي اريا خلينا نحكي عنها شوي. هلا الروجي اريا ككلاسيفيكيشن اتس نوت ا ريليف اريا، اتس سبورت اريا، بس سكندري سبورت. اوكي لانها ثني ميكوزا، لانها مش لانها ثني ميكوزا، بالعكس اتس فيري ثيك. الروجي اريا از فيري ثيك ميكوزا صح، مش بتكون على شكل زي جبال وديان فيري ثيك الروجي. بس فيها مشكلتين، اول شيء انه الثيك ميوكوزا هاي اي بريشر عليها بتعمل سبرينج باك اكشن، اذا ضغطتها بتعمل سبرينج باك لانها فيري ثيك وسبرينجي. اوكي مش في فيها ريزيلينس، ومش سوفت تيشو اللي تحتها او فاتي تيشو او فيشيا، لا هاي فيري ثيك وهيفي كيراتينايزد، فبتعمل سبرينج باك اكشن اذا ضغطتها بتعمل سبرينج باك. شو الشغل الثاني ليش هي سكندري سبورت؟ لانها مايله. احنا بنعرف البس سبورت اريا اللي بتكون فلات، اللي هي موجوده عاده بالهارد بلات اريا، اتس اولموست فلات مع الدايركشن اوف ذا اوكلوزال فورسز صح، بس الروجي اريا مايله شوي، فبالتالي ما بتكون تعطيني الفول سبورت بسبب ميلانها، فبنسميها سكندري سبورت. هلا شو بلخبط الطلاب؟ اللي بلخبط الطلاب انه كيف على الكلاسيفيكيشن بتاع السبورت بنسميها سكندري سبورت اريا، ولما نحط الواكس بنسميها ريليف اريا. اوكي لا هي ككلاسيفيكيشن سبورت اريا سكندري سبورت اريا، لكن جوا التري بحط عليها ريليف ماتيريال. ليش؟ لانه اذا انا ما حطيت الريليف وضغطت هاي الاريا شو حتعمل لي للدنشر؟ سبرينج باك. اذا لانه انا ما حطيت ريليف صح، نفترض اني انا ما حطيت ريليف، التري اجت وهون كانت كلوز ليفت، وجيت البريشر ماتيريال انحشرت بين التري وبين الروج اريا، فلما اجي اخذ الامبريشن بتصير هاي انها كومبرست ستيتس، بينما في الدنشر حيكون فيري لايت، فحيعمل سبرينج باك اكشن للدنشر وحيخرب الدنشر بوزيشن. اوكي فمعناته مع انه سكندري سبورت اريا باخذه وفي مقابله ريليف، بحط واكس في تري عشان تعمل لي ريليف للامبريشن ماتيريال عشان ما تعمل لي كومبريشن، بس تحت الدنشر هي سكندري سبورت اريا، جوا التري في عندها ريليف ماتيريال. اوكي ما هيش ريليف اريا، في مقابلها في التري في ريليف ماتيريال. فعدد دينا قلنا الميد بلاتين رافي والاساس الفيلا والروجي اريا، وين كمان؟ الكريستا درج. ليش الكريستا درج؟ لانه ثني ميكوزا، ممكن تكون ثني ميكوزا بس مرات بتكون ثك، مرات بتكون راوندد
وبتكون ثيك عادي الكيراتينايزد والكيراتينايزد، ومرات بتكون ثين معك حق. بس لما تكون ثيك وهاي ليش برضو بدي اعملها ريليف؟ الانكلينيشن ممكن الانكلينيشن، بس الانكلينيشن على السلوبس اكثر، مع ذلك السلوب اعتبرها سبورت اريا لانه العظم، العظم اللي تحتها هاي هاي الرج اريا. هلا لما نيجي نخلع السن بتتذكر انه بيجي فايبرين صح، بيعبي السوكت هاي البون وهي السوكت اللي كانت فاضيه، بيجي الفايبرين بعدين بيجي سبونجي بون محلها. هلا في بعض البيشنت ذا بون هيلز انه الكرت الكورتيكويد بون بيغطي جزء من هاي الاريا، في بعض البيشنت لا بتضل هاي الاريا مفتوحه، فبالتالي كل هذا سبونجي بون. صح الكيراتينايز تشو كويسه لكن البون هون سبونجي فما بتحمل البريشر، فهاي بدي احط عليها ريليف. الريليف قديش بده يكون؟ بس على الكريست درج، بس قطعه واكس على الكريست درج، ما بدي الواكس ينزل على السلوب هذا وما بدي الواكس ينزل على السلوب هذا، بس وين ما في كريست درج قمه الجبل بحط عليه داير ما يدور، ما عدا تيوبراستي ما بحط عليها ريليف. ليش؟ لانه الكم زي الروجي اريا بتعمل سبرينج باك اكشن، اوكي ما بقدر اتحمل البريشر، وبنفس الوقت ما بدها تكون ريليفت، بدها تكون الريجولر كومبريشن تاع تيوبراستي، بتاخذها تيوبراستي عادي. ليش؟ لانه تيوبراستي كيف شكلها مره ثانيه؟ فيها فلاتنس صح، في منطقه تيوبراستي فيه فلاتنس زيه زي الهارد باليت، فبالتالي تيوبراستي ما بحط عليها ريليف ماتيريال الا في حاله واحده فقط، اذا كانت فلابي. في بعض البيشنتس بيفقدوا العظم اللي سبورتنج تيوبراستي، بتلاقي تيوبراستي بتتحرك، هاي بحط فيها ريليف. اما الريجولارلي تيوبراستيز مش مغطيه بريليف ماتيريال، اوكي. فهي بس عشان اعطيك ريفيجن وين المناطق اللي بتلخبطوا فيها الطلاب. اذا اول منطقه بتلخبطوا فيها الطلاب احط السبر ولا ما احط؟ السبر لازم ينحط عشان يمنع الاوفر سيتنج تاعت التري. الكونفيوجن الثاني الروجي اريا كيف تعتبر سبورت اريا وكيف بدي احط وراها الريليف؟ ليش بحط فوقها ريليف في الجوال تري؟ هي ما زالت سبورت اريا سكندري سبورت اريا، ولكن تحتاج الريليف عشان ما يصيرش كومبريشن لهي الثيك كيراتينايزد جينجيفال بتعمل سبرينج باك اكشن. الكونفيوجن الثالث ليش الكريست درج بدي احط على الكريست مع انه السلوبس ار سبورت؟ السبورت اللي جاي من السلوبس وليس من الكريست، الكريست لازم نحط عليها الريليف. واخر شيء التيوبراستي هل بحط ريليف ولا لا؟ الاصل انه ما بنحط ريليف الا اذا كانت فايبرس تيوبراستي، مرات بتتحرك معي بتمسكيها وبتتحرك بتحسيها انه صفت شيء، هاي بحط حواليها ريليف يعني. بدي اخذها ستاتيك زيها زي الفايبرس ريدج او الفلابريدج اللي بتكون فيها فايبرس تيشو، فبرضه بحط تيوبراستي. بس الاغلب التيوبراستيز لما تكون ويل ديفلوبد وبوني وجود ميوكوزا فوقها ما بحط اي ريليف وما بعمل اكسترا كومبريشن، بس بخليها بالكومبريشن اللي باخده الهارد فقط. اوكي،